صحتك على راديو وتلفزيون يمن شباب مع سليم السعدني. طيب الله أوقاتكم بالخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عبر أثير راديو وتلفزيون يمن شباب إلى حلقة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي صحتك. في هذه الحلقة التي ستتناول فيها موضوع هام جدا يهم شريحة وهم الأطفال. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كيفية الحفاظ على صحة أسنان الأطفال وحمايتها حتى لا يلجأوا إلى طبيب وكذلك حتى لا تتضرر أسنانهم في المستقبل. يسرني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة روان العبدالله أخصائية طب الأسنان بالمركز الأردني الأوروبي لطب الأسنان. مرحبا دكتورة. أهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك على راديو وتلفزيون يمن شباب. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين وكذلك المستمعين، ننوه أنه بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج من خلال التواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة. بداية دكتورة روان، إذا ما تكلمنا عن صحة وسلامة أسنان الأطفال، يعني ماذا يقصد بهذا المفهوم حتى نقي الأطفال من اللجوء إلى طبيب في مراحل مبكرة؟ هلا بداية احنا بنقول صحة أسنان الأطفال تبدأ من قبل ما ينولد الطفل. بمعنى انه بيكون دور الام انها تحافظ على تغذيتها تغذية سليمة ومتوازنة، تاخذ كل العناصر الغذائية اللي هي بحاجة لها وبنفس الوقت للجنين، لانه احنا بنعرف انه الاسنان اللبنية بتبلش تتكون وهو لسه جنين في رحم امه. فهذه رح تكون المرحلة الاولى. هلا بعد هيك بتبلش الوقاية لما ينولد الطفل. احنا بنقول انه عادة بتبلش الاسنان اللبنية تظهر بعمر 6 شهور. هلا ممكن مرات تطلع قبل شوي، يعني بعمر 4 شهور، ممكن تتاخر للثمان شهور، بس اون افريج على 6 شهور. هلا بيجي دور الام انه هي كيف تحافظ على نظافة اللثة عند طفلها الرضيع، وبعد هيك لما يبلشوا يطلعوا الاسنان. كثير امهات بيجهلوا موضوع انه لازم بعد كل رضعة تنظف اللثة من بقايا الحليب الموجودة، ونفس الشيء كمان لما يبلشوا يطلعوا الاسنان. هلا كيف طريقة التنظيف؟ بقطعة شاش صغيرة بتملها بمي وبس بتمرقها على اللثة بحيث انها تعمل تدليك للثة، وبنفس الوقت بتشيل كل البقايا تبعت الحليب اللي بتكون موجودة. ولما يبلشوا يطلعوا الأسنان مجرد ما طلع أول سن لازم كمان انها تركز أكثر على هذا الموضوع. هلا في أشياء كمان جديدة كتير بتساعد، في إشي اسمه فينجر برش. فينجر برش هي عبارة عن فرشاة كتير صغيرة ناعمة، بتكون يعني بتلبسها للإصبع بالضبط من السيليكون معمولة، وبتنظف فيها أسنان طفلها. وبنفس الوقت كمان بتقدر تعمل زي تدليك أو مساج للثة، بحيث أنه بهاي الفترة اللي بنقول إحنا الطفل بيسنن فيها كتير بتساعد على أنه تريحه وتخفف الألم تبع التسنين بالضبط. طيب دكتورة روان، كثيرا ما يلاحظ في الأطفال أنه بدأت مشاكل التسوس في الأسنان وحدوث آلام، يعني إيش أبرز المسببات الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث التسوس عند الأطفال؟ هلأ السبب الرئيسي هي قلة العناية بالأسنان، يعني ما بينظفوا أسنان أطفالهم. هلأ بيعتبروا أنه هدول أسنان لبنية رح يتبدلوا، فما فيش داعي أنه نعتني فيهم. ببلش الطفل طبعا بدءا من الحليب، في كتير ناس بيضيفوا سكر على الحليب بالرضعات أو بالكاسات. ما بيفرشوا أسنان أطفالهم، ما بينظفوهم، حلويات والتعرف الحلويات اللي كتير الأطفال بيحبوها وبيأكلوها بكميات وبفترات كتير كمان. فهذا كله بيساعد على تسوس الأسنان. هلأ إحنا بنقول إنه ما بزبط نحرم الطفل من هاي الحلويات، بس صحيح. بدنا نحاول إنه نعمل كنترول عليها، يعني نحاول إنه الكمية تكون قليلة، نحاول إنه ما يكون كل شوي كل ساعة أو كل ساعتين يأكل شيء حلو، لا نحدد فترة معينة باليوم. هلأ هي هاي بالدرجة الأولى. يعني هلأ في ناس تانيين بيكون عندهم مشاكل أصلاً في بنية الأسنان، هلأ هذا موضوع تاني اللي هم عندهم نقص تمعدن في الأسنان، أو بيكون في عندهم إنه السن نفسه بيكون ضعيف، بنية السن ضعيفة. هلأ حتى هدول هاي الفئة من الأطفال كمان في لهم اللي هي إنه إحنا نتابع عند دكتور الأسنان، بحيث إنه في مواد كتير هلأ بتنحط على الأسنان بتساعد على تقويتها، بتساعد على إنه تخليها مقاومة أكثر للتسوس. هلأ من أهم هاي المواد الفلورايد، كلياتنا بنسمع عن الفلورايد. الفلورايد نقدر نحطه على أسنان أطفالنا من بعد عمر السنتين، يعني إحنا بنقول الأم بتبلش تفرشي أسنان ابنها بس بفينجر برش أو بالشاشة المبلولة، لما يصير عمر الطفل
سنتين تقدر انها تبلش ترشيله بمعجون اسنان خاص بالاطفال. نعم بالضبط، بده يكون في معجون اسنان خاص بالاطفال تكون نسبه الفلورايد فيه محسوبه، عشان اذا بلع الطفل ما يصير في عنده اي مشكله او زياده بامتصاص الفلورايد. والكميه احنا بنقول دائما حطوا كميه كتير قليله من المعجون، يعني بنقول لهم قد حبه البازيلا بالضبط، انه كميه كتير قليله ويفرش اسنانه. هلا بعد هيك كمان انه لازم تبلش تاخذوا زيارات دوريه عند طبيب الاسنان على اساس انه تحط ماده الفلورايد. هلا هاي الماده زي ما قلت بتقوي الاسنان، بتساعد على انه تزيد مقاومتها للتسوس. للاطفال العاديين اللي ما عندهم كثير مشاكل وتسوسات بالاسنان بنقول كل 6 اشهر لازم يروح ويحط ماده الفلورايد. بس اللي بيكون معروف انه عنده مشاكل في الاسنان، نقص تمعدن، اسنانه ضعيفه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي احنا ما بدنا نوصل فيهم لمرحله انه ندخلهم تخدير كامل لعلاج اسنانهم، هدول المفروض كل 3 اشهر تنحط ماده الفلورايد. وفي هلا ماده جديده كمان موجوده اسمها توث موس، هذه فيها غير الفلورايد فيها كالسيوم، فيها فوسفيت اللي هي المعادن الاساسيه المكونه للاسنان. كمان هاي الماده بتفيد فئات معينه من الاطفال اللي هم عندهم نقص تمعدن بالاسنان. هدول اسنانهم ببلشوا للاسف مش بس يسوسوا، ببلشوا يعني يتفتفتوا، بحتوا الاسنان، بصيروا على مستوى اللثه مع الوقت. فهاي الماده كمان بننصح. هلا كل هاي الاشياء كيف الاهل بدهم يعرفوا عنها؟ نعم. عن طريق انه انت لازم مجرد ما صار عمر ابنك ماكسيمم سنه بدك تاخذيه عند دكتور اسنان اطفال لحتى انه يشيك على صحه الفم عنده، لحتى يعطيكي نصائح كمان للام كيف انك تحافظي على اسنان اطفالك، كيف تنظفيهم، كل قديش تيجي على دكتور الاسنان، يعني امور التوعيه. نعم. بالضبط التوعيه. طيب دكتوره، احيانا بيلاحظ بعض الاطفال تاخر في نمو الاسنان او ظهور البعض وبعض، ايش الاسباب في ذلك؟ هلا في اسباب كثير، في اسباب وراثيه انه طبيعه هذا الشخص جينيا بتتأخر شوي عنده الأسنان لحتى تظهر في الفم. في مرات مشاكل بيكون لها علاقة بأنه مشاكل صارت بالأسنان اللبنية أثرت على الدائمة أنها تتأخر، يعني في ناس اللي بيوقعوا على أسنانهم، الأطفال اللي بيوقعوا حالات التروما إحنا بنسميها، ممكن مرات يكون لها أثر أنه يتأخر الدائم ليطلع. وممكن بالعكس إذا فقد السن اللبني قبل وقته كمان ممكن يعني يساعد في تأخير ظهور السن الدائم. هلا شو يعملوا الأهل؟ مجرد ما أنتي بدك تكوني عارفة تقريباً متى بيطلعوا الأسنان. هلأ لما تحسي أنه طفلك تأخر في ظهور الأسنان الدائمة عنده ببساطة بدك تزوري طبيب أسنان أطفال. ممكن طبيب الأسنان يفحص، بياخد صورة أشعة صغيرة فبنتأكد أنه السن موجود. أنه السن موجود قديش ضايله لحتى يطلع، يعني بس عملية مراقبة. هلأ في طرق كتيرة كمان بعد هيك إذا تأخر كتير لحتى يطلع، ممكن بصير فيه زي تدخل جراحي بسيط انه بيعملوا زي شق باللثة وبتعاون مع طبيب تقويم ممكن يركبوا زي شغلة بسيطة بتساهم انها تسحب السن شوي شوي انها تطلعه. هل في عمر معين للتدخل الجراحي هذا ام انه بده كل حالة حسب حالتها؟ يعني بدهم بده يكون في متابعة، بده يكون في اللي هي الفولو اب انه كل فترة نشوف المريض، نصور نشوف السن في تقدم بوضعه، عم بيقرب اكثر من اللثة ولا لا. نعم. وبناء عليه بنقرر، بس مش من اول مرة بيجينا انه متأخر دغري بنلجأ للحل الجراحي. نعم. لا طبعا. طيب في حال كان اطفال مثلا وسقط على الارض او كسر سنة مثلا قبل ما يبعدها لاول مرة، في حال يعني لما تروح الاسنان وترجع من جديد بترجع بشكل طبيعي ام بيكون لها مشاكل؟ كمان بيعتمد على الوقعه اللي صارت، شو عملت في السن، قد ايه كان عمر الطفل وقتيها. اذا كان عمره بحيث انه السن الدائم خلص تكون اوريدي متكون، ممكن ما يصير في اي ضرر عليه. المشكله اذا كانت الوقعه بالعمر اللي عم بتكون فيه السن الدائم، ممكن يصير في تشوهات كثير في هذا السن. ممكن السن هذا التشوه اللي يصير يمنعه انه اصلا يطلع. اوكي، ممكن يطلع السن ويكون لونه شوي مش طبيعي، يعني على زراء او على سواد. على حسب حاله الوقعه شو اللي صار فيها، اذا كانت كسر بسيط بالسن اللبني، ولا اذا كان السن اللبني الوقعه ادت الى انه تدفشه شوي لجوا فيعمل تروما على السن الدائم، يعني يصير في ضربه على السن الدائم. ممكن مرات السن اللبني يطلع من مكانه، فحسب يعني حسب ايش الوقعه اللي صارت. نعم. شو عملت. احيانا دكتوره بعض الاطفال قد تكون أسنان طبيعية في البداية تكون مرصوصة بشكل مستوي، بس خلال فترة معينة أو استخدام أو ممارسة خاطئة بتؤدي إلى حدوث أو عجاج في الأسنان، إيش السبب في هذا؟
هلا الاسنان اللبنيه الطبيعي انه يكون في بينها فراغات مبدئيا، نعم. لانه هذا كثير بننسال عنه من الاهل، طبيعي انه يكون في فراغات بينهم. هلا اللي عم نحكي عنه اللي هي المشاكل اللي ممكن تصير هاي بسبب عادات خاطئه. صحيح. شو هي العادات الخاطئه؟ اللي هي كثير موجوده ومنتشره، عاده مص الاصبع واحده من العادات اللي جدا منتشره بين الاطفال، وللأسف بتضلها حتى بعمر كبير، يعني بصير الطفل عمره 5 سنين مثلاً ولسه عم بيعمل عادة مص الأصبع. هالعادي بتعمل مشاكل كتير، بتعمل اعوجاج في الأسنان، بتأثر على سقف الحلق كمان عند الأطفال، بتعمل تشوهات فيه، بصير في عندهم إشي بنسميه العضة المفتوحة، يعني الأسنان ما بتطبق على بعض، في فراغ لما الطواحين بتطبق بس كل الأسنان الأمامية مش طابقة. فهلا احنا بنقول انه هاي العاده لازم نحاول نوقفها، وكذلك اللهايه كمان. اللهايه ينصح يعني انه او بنقول ما في مشكله اذا استخدمها الطفل، وبالعكس لحد عمر السنه هي لها فوائد. هي بتسهل، بتريح، بتساعد على انه الطفل ينام بالفتره اللي عم بسنن فيها، بتسهل يعني بتخفف الالم. بس بعد هيك بعد عمر السنه المفروض انه نحاول نوقفها لانه برضه نفس المشكله. هلا ايش الاحسن؟ هلا تنتين عادات سيئه، بس احنا بنقول اللهايه اسهل انه احنا نمنع الطفل عنها بعدين، يعني بصير اسهل نوقفها من عاده مص الاصبع. هلا طبعا لازم يعني ماكسيموم لعمر السنتين، بعد السنتين ما لازم يكون في استخدام للهايه او لعاده مص الاصبع. بدهم يحاولوا الاهل مع اولادهم كثير، بدنا نحاول يعني بدنا نحاول بالفترة الأولى إنه نحكي مع الطفل، خاصة إذا كان بيفهم علينا، نحاول إنه نحكي معه، نحاول إنه نفهمه، نستخدم طريقة اللي هي مثلاً الجوائز، ممكن نلجأ لفكرة إنه نلف مثلاً على الإصبع بلاستر أو نحط أي شيء على الإصبع بحيث إنه يكون زي ريمايندر أو تذكير لإله إنه ما يمص إصبعه. هلا ممكن كل هاي الحالات ما تزبط او هاي الطرق، ممكن نوصف احنا للاهل في زي بنقول زي دواء بينحط على الاصبع طعمه شوي مر، فبصير كل ما الطفل بده يحط اصبعه عم بتضايق فبيبطل يمز اصبعه. السل مع هاي الطريقه ممكن كمان ما يزبط، فوقتها رح نلجا للي هي تركيب جهاز بيتركب داخل التم بيساعد على توقيف هاي العاده. بصير موضوع انه اذا بحط اصبعه بده يمصه بصير مزعج بالنسبه له فبيوقف، يعني ممكن خلال فترة معينة يتوقف عن هذه العادة. مجرد ما نحط هذا الجهاز بعد فترة قصيرة كتير خلاص، لأنه يعني بصير مزعج، يعني بصير لما يحط إصبعه بيتضايق فبينساها مع الوقت. دكتورة، في كمان سؤال من أم تهاني بتقول: ابني عمره 5 سنوات، ظهرت بقعة سوداء وسط القواطع وبدأت تكبر، وعند عرض طفلي على الطبيب قال تسوس، هل هذا التسوس يمكن أن يؤثر على أسنانه الدائمة؟ طيب هلا هذا لازم نحكي عنه الموضوع اللي هو تسوس الاسنان اللبنيه اللي ببلش بمرحله مبكره بنسميها early childhood caries، او اللي هو تسوس الاسنان في ناس بيربطوه بالرضاعه. هلا مجرد ما بلشتي انك تلاحظي ظهور بقع بيضاء او صفراء على الاسنان اللبنيه، تحديدا القواطع الاماميه العلويه ببلش فيها عاده، بدك تكوني عارفه انه هذا تسوس، فالمفروض انك تاخديه على طبيب الاسنان، طبيب اسنان اطفال، لانه بهاي المرحله احنا بنقدر انه نوقف التسوس ما نخليه يكمل. كيف؟ عن طريق الفلورايد. هلا نعطي نصائح اللي هي لها علاقه بموضوع تنظيف الاسنان للام، زائد بنحط الفلورايد بيساعد على انه يوقف التسوس عند هاي المرحله وما يكمل ويصير نخر. هلا اذا صار انه كمل، بده يكمل بتسوس، بده يبلش نخر اسنان، بده يتحول لهاي البقع السوداء اللي احنا بنشوفها كثير، وما بتكون بس مجرد بقع سوداء للاسف، بيكون انه خلص السن عم بتاكل. هلا هو ما يعني المفروض انه إذا قدرنا نعالجه بحشوات تجميلية ممكن يتعالج، أو إذا كان واصل لسه بمرحلة متقدمة أكثر ممكن تنعمل معالجة عصب للأسنان الأمامية، وفي زي تلبيسات بتنحط اللي هي تلبيسات زيركون بيضة، تلبيسات تجميلية بحيث إنه تحافظ على المنظر كمان تبع الأسنان، مش بس بتساعد على إنه ياكل يعني كمان المنظر صار مهم حتى للأطفال الصغار. هلا المشكلة إذا صار الموضوع إنه بطل في مجال إنه نستصلح هذا السن، فممكن يكون في تأثير على الأسنان الدائمة إذا صار في مشاكل والتهابات كتير وصار في يطلع خراج كتير وتم إهماله، يعني الأهل بيضلوا بيعطوا أنتيبيوتكس، بيضلوا بيعطوا مسكنات، وقتها أكيد يعني هذا الالتهاب رح يأثر على الأسنان الدائمة اللي رح تطلع، فبدها تحاول أنها تشوف طبيب أسنان بأقرب وقت ممكن. دكتورة، مثلا تسوس بعض الأسنان، هل إذا لم يكن هناك مثلا علاجات معينة أو مراجعة الطبيب
خلال فترة كم ممكن يصبح كل الأسنان متسوسة أو تؤثر على صحتها؟ هلا ما في فترة معينة بنقدر نقول لك إنه مثلا خلال شهر رح يصير كذا، لا ما في فترة معينة. والتسوس كمان يعني ما بنتقل من سن لسن، ومش هيك خلص ببلش بالسن، ببلش كتسوس سطحي كبقع، إذا ما تعالج بده يكمل، بده يصير في نخر في السن نفسه. بس إنه خلال فترة قديش ما بتقدر تحكم، لأنه هذا طفل ما بتعرف كيف بيفرش أسنانه، إذا بيفرش أسنانه أو لا، ما بتعرف طبيعة الأكل تبعه، هاي الفترة أكل كتير حلويات، الفترة الجاي ما أكل، فما في فترة معينة. بس إحنا بنقول مجرد ما الأهل أنتوا لاحظتوا أي شيء تغير بأسنان أولادكم، المفروض أنكم تروحوا على طبيب أسنان. وفي نقطة كمان كتير مهمة بدنا نحكي عنها، اللي هي موضوع تنظيف أسنان الأطفال. مين اللي لازم ينظف الأسنان؟ هلأ لحد عمر 6 إلى 7 سنوات الطفل ما بيقدر يفرش أسنانه، ما بيعرف يفرش أسنانه لحاله. فالمفروض إنه تنظيف الأسنان يكون إنه الأم أو الأب هم اللي ينظفوا أسنان أولادهم لحد عمر 6 سنين. بعد هيك مجرد يكون عبارة عن إشراف إنك تشرفي، وبنفس الوقت أنت بهاي الطريقة بتقدري إنك تلقي نظرة على أسنان أطفالك وتعرفي إذا في شيء تغير، في بقعة مثلا جديدة ظهرت، بحيث إنك تقدري تعالج الموضوع قبل وقته، قبل ما تتفاقم المشكلة. طيب معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني في نسان الدكتور، أنا عم عندي بنت عمرها 13 سنين وبدأت السوس تأكل من جهة واحدة. بس لو تعيد السؤال بطريقة هادئة شوية. بنتك؟ لا، عندي بنت أنا عمرها 13 سنة. نعم. وأكلت الدود السوس واحدة من عندها تسوس. تمام. هو بيقول انه بنته عمرها 13 سنة وكأنها تسوس عندها في احد الاسنان، وقطع على الاتصال الان. طيب هلا 13 سنة رح يكون على الاغلب معظم الاسنان اللي فتمها اسنان دائمة، طواحين واسنان دائمة مش لبنية. يعني بده يشوف طبيب اسنان بأقرب وقت بحيث انه يعالج هذا التسوس قبل ما تتفاقم المشكلة ويوصل للعصب، يضطر لمعالجة عصب. في سؤال آخر كمان من أم أبرار بتقول: أنا عندي ولد وعمره 8 أشهر، بدأت تظهر على الأسنان اللبنية، ومرافق مع ظهور هذه الأسنان أصيب طفلي بإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، كيف يمكن تجنب هذه الأعراض؟ طيب هلأ هذا اللي هو موضوع التسنين. هلأ لازم نكون عارفين كتير منيح أنه مرحلة التسنين أكيد مرحلة كتير صعبة ومؤلمة على الطفل، ومرهقة كتير بالنسبة للأم كمان. بس بدنا نكون عارفين إيش الأعراض المرافقة للتسنين. هلأ أنه يصير في إحمرار باللثة، أنه يصير في وجع، أنه بصير الطفل بده أي شيء بس يعض عليه، هذا كله طبيعي. بس أنه يصير في إسهال، هذا مش طبيعي. انه يصير في ارتفاع كتير في درجات الحراره، انه يصير في حمى، هذا مش طبيعي. انه يصير في طفح جلدي، هذا يعني هاي ليست اعراض مرافقه للتسنين. ف يعني هاي الاعراض لما تظهر بدك تشوفي طبيب اطفال، لانه هاي مش اعراض تسنين. زي ما قلنا اعراض التسنين انه احمرار باللثه، انتفاخ باللثه، بصير الولد يعني الطفل عنده فقدان للشهية، يعني الام حتلاحظ بهاي الفتره ما بيقدر، ما بيجي على باله ياكل، حتى الحليب ما بيرضع بشكل كويس. أكثر شغلة ملحوظة بهاي الفترة اللي هي سيلان لعاب هائل بيكون. فعشان هيك احنا قلنا انه كيف بدك تخفي في هاي الأعراض عن ابنك، بدك تحاولي انه ضلك اعملي له مساج أو تدليك للثة، هذا كتير بيخفف. هلأ في شغلات موجودة اللي هي حلقات التسنين كمان، اللي هي الأشياء اللي بيعض عليها كتير بتساعد، خاصة إذا كانت محطوطة بالتلاجة انه باردة. بس بدك تنتبهي انها تكون دائما نظيفه ومعقمه، لانه الاسهال ربطوه بهاي الاشياء، انه طفل اي شيء بيلاقيه بيحطه بتمه. صحيح. بكتيريا اشياء ملوثه هي اللي بتعمل الاسهال. بخصوص هذا الموضوع كتير في عم بيسالونا عن الجل اللي بينباع بالصيدليه، اللي هو جل ماده مخدره بحطوه على اللثه على اساس يخفف الالم. صراحه لا يعني لا ينصح باستخدامه، لانه منخاف انه شوي تكون حطينا جرعه اكبر، يعني هذا طفل ممكن تاثر. و في دراسات كتير بتقول انه بيعمل اضطرابات بالدم. فبفضل انه لا، ما في داعي نستخدمها. يعني الله بيعينك، بدك تتحملي التعب اللي رح تتعبيه بهاي الفتره، وبالاخير بتاقلم. يعني اول شيء لما يطلع الاسنان الاولى رح يتعب كتير، بس مع الوقت الطفل نفسه بتعود على هذا الوجع. كمان سؤال اخر من كفاح علي بتقول: ابني عمره 3 سنوات و ابنه دائما اصابعه في فمه، حتى صارت اسنانه الاماميه بارزه، أخاف أن يكون أسنانه الثابتة بنفس الشكل.
اللي هي عادة مص الأصبع. هلا مص الأصبع زي ما قلنا بتقدم الأسنان الأمامية، بتعمل احتجاج، بتعمل مشاكل بسقف الحلق. هلا هون يعني أسنان لبنية ما رح يكون في تأثير على الدائمة. الخوف وين؟ إذا ظلت العادة لما يطلعوا الأسنان الدائمة. يعني مجرد ما طلعوا الأسنان الدائمة عنده بدك تعملي جهدك إنه يوقف. فأنا بنصحك من هلأ بدك تحاولي إنك توقفي هاي العادة بالطرق اللي حكيناها قبل شوي. بدك تحاولي معه، وإذا ما مشي الحال بولا واحدة من هاي الطرق بدك زي ما قلنا تاخدي على طبيب أسنان أطفال. وقت ما تطلع الأسنان الدائمة إذا ظلت موجودة هاي العادة بدنا نحط هذا الجهاز اللي هو الهابت بريكر، هذا اللي هو بيساعد على إنه يوقف هاي العادة عنده. كمان سؤال من علا بتقول ابنتي عندها سنتين وما شاء الله أسنانها كويسة، بس من هوات برضو المصاصة والشوكولاتة، كيف أمنع تسوس الأسنان من الاقتراب منها؟ وهل يجوز استخدام المعجون العادي أو لا؟ قديش عمرها بس؟ سنتين. سنتين. طيب هلأ كيف بدك تحاولي؟ نرجع منقول بدك تعملي كنترول كتير منيح على موضوع الحلويات. حاولي أنك خصصي وقت معين بس باليوم هو اللي تاكل فيه الحلو. لأنه إحنا عندنا المشكلة الأساسية مش بالكمية بقدر ما هو بالفريكوينسي اللي هو كل قديش تاكل. يعني إنها تاكل كل ساعة لو إشي بسيط خطر أكتر من لو أكلت كمية كبيرة خلال وقت معين. هاي نقطة. فبدنا نحاول نقلل كتير من 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 الحلويات والسكريات اللي بتاكلها. هلا بدك تحاولي قد ما فيكي انك نظافة الاسنان بدك تركزي عليها تفشيل اسنانها. هلا بالنسبة لموضوع المعجون هي عمرها سنتين. أيوة. نقدر نبلش معها بمعجون اسنان خاص بالاطفال، مش معجون الاسنان اللي للكبار. لانه بنرجع بنقول نسبة الفلورايد بدها تكون محسوبة لحتى ما بدنا يصير في عنا مشكلة اللي هي امتصاص فلورايد يعمل مشكلة التفلور، التفلور اللي هي بتبلش تظهر بقع بنية وصفرة في الاسنان. هلا في شغلة ممكن كمان نحكي عنها اللي هي كوقاية. في شيء اسمه فيشر سيلانت، هاي المادة اللي هي عبارة عن مادة سادة للشقوق. هلا هاي المادة ايش فكرتها؟ على الطواحين سواء الطواحين اللبنية او الطواحين الدائمة اللي بتطلع على عمر الست سنوات. فكرة هاي المادة انه هاي الطواحين فيها شقوق كتير، فيها تعرجات كتير. هاي التعرجات هي اكتر الاماكن اللي بتجمع فيها الاكل واللي كتير بيغفلوا عنها لما بينظفوا اسنانهم، واللي هي اكتر نسبة تسوس اسنان بتصير. ففكرة هاي المادة انها بتسد هاي الشقوق، بتغطيها بحيث انه تحميها انها ما تسوس. وطريقة وضع هاي المادة كتير سهلة وبسيطة، يعني حتى قد ما كان الطفل صغير بالعمر ما بصير فيه وجع أو تعب منها. لأنه هي ببساطة بتكون أول شيء بنحط مادة على السن بنسميها أسيد إتش، بتعمل تخشين للسن لحتى تساعد على التصاق هاي المادة بشكل أفضل. بعد هيك بيتم غسل السن بالمي وتنشيفه، وبتنحط هاي المادة وبتتنشف. وكل ست شهور المفروض انه بيجوا بس الاهل مجرد تشيك على هاي الماده، نتاكد انه اذا لسه موجوده او راح جزء منها. بس جدا بروتكتيف، واقيه جدا من تسوس الطواحين. طيب دكتوره، احيانا من السلوكيات الخاطئه انه استخدام فرشاه الاسنان لاكثر من طفل، ما اضرارها على الاطفال؟ هلا هاي مشكلة كتير كبيرة، مش بس في فرشاة الأسنان، احنا بنقول أي أدوات، المعالق، الصحون اللي بياكلوا فيها. أكيد شيء كتير خاطئ، تصرف كتير خاطئ. حتى احنا بنقول للأم في تصرفات كتير عم نلاحظها، إنه قبل ما تطعمي ابنها مثلا ممكن تبرد اللقمة بتمها فرضا، أو حتى تنفخ على لقمة الأكل بتمها. هلا هذا شيء كتير غلط، لأنك أنت عم بتساعدي إنك تنقلي بكتيريا موجودة بتمك لا الطفل. فما بالك إذا بين أطفال كمان لسه، يعني مشكلة كتير كبيرة. كل طفل بده يكون في له خصوصيته، بده يكون في له فرشاة أسنان خاصة فيه. فرشاة الأسنان بدك تراعي كمان أمور معينة فيها، إنه حجمها، حجم فرشاة الأسنان يكون مناسب لطفلك لعمره. حاولي إنه تختاري فرشاة تكون الشعيرات تبعتها ناعمة. زي ما قلنا حجمها يكون صغير يلائم تم الطفل، يقدر إنه ينظف أسنانه منيح فيها. لازم يكون في خصوصية، يعني حتى لازم فرشاة الأسنان كل فترة نقول كل 3 شهور لازم تبدليها. فلا، ما لازم يصير في أي مشاركة لهاي الأدوات بين الأطفال. خاطئ جدا. في معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، مرحبا. راح الاتصال. طيب في كمان سؤال من أم سمر بتقول ابنتي عمرها سنة ونصف، حتى الآن لم يظهر لها أي سن، وعند عمل أشعة تظهر الأسنان، ولكن أنا قلقة بسبب تأخر ظهور الأسنان وأريد أعرف أسباب تأخرها.
طيب هلا هي مدام اخذت صوره اشعه معناته احنا اطمننا على اول نقطه اللي هي انه هي في عندها اسنان، الاسنان نعم. موجوده، لانه مرات بتكون المشكله انه في مشاكل وراثيه بيكون الاسنان في جزء منها مش موجود او في اسنان مفقوده، فهي النقطه احنا استثنيناها. هلا زي ما قلنا في اسباب كثيره لتاخر الاسنان، كثير في منها وراثي او جيني بتتاخر الاسنان لحتى تطلع. هلا ما في شيء بيخوف، يعني عمرها سنه ونص نعم. لسه ما في شيء بيخوف، زي ما قلنا في ناس بيتاخروا، في ناس بيتاخروا لحتى يطلعوا الاسنان، بس بدك تضلك تتابعي لحتى نشوف لقدام ايش رح يصير. يعني ما بنقدر ناخذ قرار هلا بوقت بمرحله كثير صغيره من العمر يعني نعم. بس بدها تضلها تتابع تشوف ممكن تلاحظ هي علامات على اللثه انه بلشت اللثه تنفخ، فقرب السن انه يطلع، يعني بيكون شغله وقت نعم. مش اكثر. سؤال كمان اخير من ام سهل بتقول ابني عمره سنتين لكن الاحظ ان اسنانه غير مرتبه من ناحيه الشكل والحجم، اريد اعرف ايش السبب وكيف يمكن اصلاح هذا الخلل او معالجته مثلا. هلا طفل عمره سنتين يعني هدول اسنان لبنيه لسه مو مكتمله اصلا، الاسنان اللبنيه عاده بتكتمل ما بين سنتين ونص لثلاث سنين. غير مرتبه انا مش قادره افهم بالضبط ايش معنى غير مرتبه، يعني هلا زي ما قلنا بعضها كبيره بعضها صغيره، يعني ما رح يكون هيك، هي رح تلاحظ فرق بأحجام الأسنان، هذا طبيعي، في أسنان أكبر من أسنان، الفراغات اللي بين الأسنان طبيعية. هلأ المشكلة هاي الأهل كتير بيسألونا عنها متى لما يبلش يبدل أسنانه، بصير في عنده بتمه أسنان لبنية وأسنان دائمة، هون بيجوا الأهل إنه الأسنان اللبنية كتير صغيرة، الدائمة كتير كبيرة. لا، إحنا بنقولهم هذا طبيعي لأنه الأسنان الدائمة أكبر حجما من اللبنية، الأسنان اللبنية أكثر بياضاً من الدائمة. بننسأل كتير بفترة السبع ثمان سنين مثلاً عن الفراغ اللي بيكون بين السنين الأماميات القواطع الأمامية، هلأ بنقولهم هذا الفراغ طبيعي، وضع كتير طبيعي لما يطلعوا القواطع الجانبية والأنياب الدائمة، هذا الفراغ بيسكر، بس يعني بعمر السنتين ما تقلقي، هدول الأسنان اللبنية حجمهم ما فيك تحكمي إنه إذا حجمهم هيك معناته الدائمات رح يطلعوا هيك، لا مش مقياس. كمان عبير عبد الله بتقول ابني 4 سنوات وقع من على السرير وفقد 3 من القواطع، هل سيؤثر هذا على شكل الأسنان الدائمة؟ هلا عمره 4 سنين، المفروض انها لما وقعوا المفروض تكون اخذته على طبيب اسنان اطفال، المفروض اخذوا صوره اشعه على الاسنان الدائمه لحتى يشوفوا ايش وضعهم بهذاك الوقت لما صارت الوقعه، ان شاء الله انه ما بتاثروا، بس بدها تتابع، يعني اذا لاحظت اي مشكله انه الاسنان الدائمه تاخرت لحتى تطلع فوقتيها بدنا ناخذ صوره اشعه لحتى نشوف ايش وضعهم. نعم. دكتوره روان، في نهايه الحلقه ايش الارشادات والنصائح اللي نوجهها للامهات بشكل عام للاهتمام بصحه اسنان اطفالهم؟ هلا احنا بنقول الدور الاكبر اكيد على الام، احنا هلا بنحكي دائما بموضوع طب الاسنان الوقائي، ما بدنا نحاول نلجا لموضوع المعالجه، لموضوع انه الطفل يتوجع ونجيبه على دكتور الاسنان لما يكون موجوع، فبدك تحاولي انك انت تعتني باسنان طفلك مجرد ما طلع اول سن، زي ما قلنا بدك تزوري طبيب اسنان اطفال مجرد ما طلع اول سن عن طفلك مش بعد عمر السنه، لحتى زي ما قلنا يعطيك التعليمات الصحيحه كيف تعتني باسنان طفلك، المتابعه الدوريه، الزيارات الدوريه لطبيب الاسنان كمان، زي ما قلنا كل 6 اشهر بدك تاخذيه على دكتور الاسنان لحتى يتعود الطفل كمان على البيئه وعلى الجو، ما يكون في عنده هذا الخوف الكبير اللي بنشوفه عند الاطفال، يعني بيجوا بحاله رعب مش طبيعيه صراحه، خايفين من دكتور الاسنان. ف يعني هاي النقاط، بدك تحافظي على تغذيه الطفل، تحاولي تعملي كنترول كثير منيح على موضوع السكريات الحلويات، بس يعني اذا اعتنيتي باسنان طفلك بطريقه مضبوطه ان شاء الله انه رح تكون اسنانه سليمه ورح تصير عادي عنده موضوع تفريش الاسنان. نعم، اصلاح سلوك يمارسه في دائما. بالضبط. اعزائي المشاهدين وكذلك مستمعينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم والتي تحدثنا فيها عن كيفيه الحفاظ على صحه اسنان الاطفال، ويسرني في هذا اللقاء ان اشكر الدكتوره روان العبد الله اخصائيه طب الاسنان بالمركز الاردني الاوروبي لطب الاسنان. شكرا لك دكتوره روان، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات اخرى للحديث اكثر في هذا الموضوع. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك كثير. وكذلك الشكر للزملاء من الاستوديو، على الفردي من التنفيذ، وعصام رحمة الله من الإعداد، والمهندس نبيل الخطيب من الإخراج، وهذا تحياتي لكم سليم السعداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك على راديو وتلفزيون يمن شباب مع سليم السعدني.
على راديو وتلفزيون يمن شباب.